مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي ألم وأمل، ولدينا مشاهدين ومستمعينا في هذه الحلقه حاله واحده فقط، سنتعرف على صاحبة هذه الحاله وعلى المرض الذي تشكو منه. صاحبة الحاله هي الطفله نادره، طفله. سرق أحلامها مرض الثلاسيميا فهل من منقذ؟ إذا حالة واحدة لدينا في هذه الحلقة مشاهدينا ومستمعينا كما ذكرنا حالة الطفلة نادرة الطفلة النادرة تبلغ من العمر ست سنوات مصابة بمرض الثلاسيميا وتحتاج عملية زراعة نخاع. طبعا كلما سارعنا بهذه العملية كلما انقذنا حياة هذه الطفلة الصغيرة. المبلغ الذي تحتاجه الطفلة نادرة 180 ألف درهم. قبل أن نشاهد تقرير الطفلة نادرة. نرحب بضيفينا هنا في استديو برنامج ألم وأمل مشاهدينا ومستمعينا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ السلام عليكم السلام جزاك عليك. الله خير بارك الله فيك فيك بارك شيخ. كذلك نرحب بالدكتور أحمد فراج أخصائي أمراض الدم ضيفنا في هذه الحلقة مساء الخير دكتور مساء النور الله عليك. اذا مباشره نتوجه معكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام لنتابع سويا تقرير الطفله نادره صاحبه الحاله الوحيده في حلقه هذا الاسبوع ما اصعب الحياه وما اقسى ذلك اليوم الذي عرف فيه والدا الطفله نادره باصابتها بمرض ثلاسيميا. الذي أرهق جسدها الصغير حتى باتت غير قادرة على اللعب مثل باقي الأطفال في سنها اكتشفنا هذا المرض كان نادرة عمره ست شهور صار عندها حرارة واضطرينا ناخذه على المشفى هناك عملوا لها التحاليل وتأكدوا أنه معها فقر دم وثلاثين قالوا لنا كل ثلاث أسابيع باخذها بعطيها دم بحل الأولى بيكون الدم نازل عندها للسبعة أوقات للستة هلأ صار عمرها ست سنين بتمنى من أهل الخير أنهم يساعدوني بالعلاج بالدواء بعملية زراعة نخاع نادرة كل يوم يمر عليها يفقدها فرصة العيش بشكل طبيعي من جديد مشاهدينا الكرام هذا تقرير الطفلة نادرة صاحبة الحل الوحيدة في هذه الحلقة نذكر فقط بأن نادرة تبلغ من العمر ست سنوات مصابة بمرض الثلاسيميا وطبعا الحل الأنجع هو عملية زراعة النخاع التكلفة 180 ألف درهم في الحقيقة جمعنا 85 ألف درهم من خلال الرسائل النصية القصيرة هذا قبل بدء الحلقة وأول فاعل خير تواصل معنا وتبرع بثلاثة ألاف درهم للطفلة نادرة إذا المبلغ الذي جمع إلى الآن ثمان وثمانين ألف درهم وخمسمائة الآن إذا ثمان وثمانين ألف وخمسمائة درهم إلى الآن طبعا الطفلة نادرة كما ذكرنا تحتاج مئة وثمانين ألف درهم الاسئله في الحقيقه كثيره ان كانت الاسئله الطبيه او الاسئله اللي من خلالها سيحثكم ان شاء الله تعالى بمد يد العون والمساعده كصدقه فضيله الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي. قبل ذلك لابد ان نذكر بارقام الهواتف للتبرعات لمن يريد ان يمد يد العون والمساعده للطفله الصغيره نادره اخوتي اخواتي. الرقم المباشر للتبرعات هو ستة صفر, صفر خمسة خمسة واحد ستة صفر صفر. خمسة الف بالنسبة لرقم الهاتف المتحرك صفر خمسة صفر واحد ستة ثلاثة سبعة صفر 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 لمشتركي اتصالات ودو اللي حاب يتبرع ب50 درهم آه يرسل على ستة ستة ثمانية, ستة. ستة ستة ثمانية ستة هذا آه هو الرقم بعد ذلك يتم الضغط على الرقم واحد قبل عمليه الارسال، على اعتبار ان نادره هي صاحبه الحاله الوحيده في هذه الحلقه، ونذكر بان المبلغ وصل الى الان 88500 درهم. السؤال الاول للدكتور احمد فراج في الحقيقه لاحظنا دكتور مع بدايه الحلقه ويمكن كذلك نبهتنا ان عمر الطفله ست سنوات ولكن الصوره تبين ان عمرها من ثلاث الى اربع سنوات فقط، أوكي. يعني معقولة مرض ثلاثيمي يتسبب بما شاهدنا على هذه الطفلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا احنا مرض ثلاثيمي احنا مش أول مرة نطلع نتكلم عليها عشان الشاشة. نعم. اتكلمنا كتير عليها قبل كده. بس في كل حالة بتبقى ليها خاصيتها وكل حالة ليها ظروفها وكل حالة ليها طرق العلاج اللي هي ماشية عليها. في ناس بتاخد العلاج آآ كما زي ما الكتاب بيقول وربنا بيوصل لها الموضوع، في ناس ما بتقدرش توصل العلاج على الشكل الأكمل أو أو الـ أو الـ أو السليم بحيث إن هو يجنبها أعراض المرض أو أضرار نعم. نادرة زي ما احنا شفنا هي مامتها بتقول عندها ست سنين في شهادة الميلاد فعلا عندها ست سنين. لكن زي ما احنا شفنا هي ده جسم حد عنده أربع سنين أو ثلاث سنين كمان. مم. مم. البنت صغيرة جدا النمو بتاعها بطيء جدا. طبعا تكسير الدم اللي بيحصل كل شهر ده هي بتقول الهيموجلوبين بتاعها بينزل ستة وسبعة. مم. طبعا أنا عشان يبقى مريض السلاسيميا ينمو بناء نمو طبيعي زيه زي بقيه زملاته زي بقيه اخواته في المدرسه انا لازم احافظ على نسبه الهيموجلوبين بتاعه فوق التسعة تسعة ونص على طول الطبيعي كم دكتور؟ الطبيعي 12 جرام ايوه 12 جرام م. لكن هو بينزل بيفقد مريض السيليسميا الدم بتاعه بيكسر اوتوماتيك كل اسبوع بيخسر 1 جرام م. يعني انا لو جيت نقلت له مثلا دم وصلته 13 جرام بعد شهر هيخسر 4 جرام ويرجع 8 مم. وهكذا وانقل له ارفعه ثاني 13 وينزل وكده معنى انها بتوصل 6 و7 معنى كده انها ما بتخش دم كفايه ال... في بعض الاجسام حتى في خصوصا في الاطفال الصغيرين ما بيقدروش يستحملوا كميه دم كبيره مم. دي ال... المريض السلاسيميا اللي احنا ما نقدرش نوفر له الرعايه الطبيه ال... ال... السليمه بالنسبه لمريض السلاسيميا انها اولا مكلفه ثانيا محتاجه تيم طبي عالي محتاجة مكان يكون متخصص بطريقة عالية في السلاسيميا بس بدون أي يعني أمراض أخرى بتشغل الطاقم الطبي يعني في في مراكز مش بس شغالة سلاسيميا شغالة كل أمراض الدم بيشتغلوا سرطان دم بيشتغلوا أنيميا تكسيرية بيشتغلوا كل حاجة فطبعا تركيزه مع السلاسيميا ما بيبقاش 100% أوي المريض بتاع السلاسيميا بيتظلم شوية في المراكز دي بس برضه هم بيقدروا يعملوا اللي عليهم بيقدموا الخدمة على قد ما يقدروا أحسن علاج ليها هو زراعة النخاع، هو طيب. اللي هيجنبها كل القصة جميل الكلام هذا، لذلك نحن نجتمع اليوم ومن خلال برنامج ألم وأمل، وأصبح يعني السادة المشاهدون والمستمعون على دراية لأن البرنامج ألم وأمل صار لسنين يعني أكثر من 14 سنة أدركوا بأن يعني أفضل شيء لمريض ثلاسيميا عملية زراعة النخاع حتى نريح هذا المريض وخصوصا ان هذا المريض طفله طفله صغيره يعني معاناتها معاناه الاسره معاناه الاب والام معاناه كبيره ف والحمد لله رب العالمين ان المبلغ يعني ليس بهذاك المبلغ الكبير عشان ننقذ حياه هذه الطفله والريحة وريح الأسرة 180 ألف درهم وهذا بإذن الله تعالى مقدور عليه سنتحدث في قادم الوقت دكتور أحمد اسمح لي عن العملية وطريقة العملية كيف ستكون الآن أنتقل بسؤالي إلى فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الحمادي الآن يعني بعض الأمراض دكتور ولا نقلل من هذه الأمراض يعني القوقع السمعي ممكن يتأخر فيها الطفل مثلا إذا لم يجد فرصة الشهر هذا الشهر اللي بعده لكن معاناة هذه الطفلة اللي يجب أن تقوم بعمليه تغيير الدم بشكل مستمر مرهق ومتعب ومكلف ويعني ان كان عليها ولا على ادارات المستشفيات ولا على الوالدين والاقارب معاناه كبيره جدا. الحل هو عمليه زراعه النخاع وان شاء الله تعالى فيما لو توفر هذا المبلغ ستخضع هذه الطفله بشكل سريع الى هذه العمليه ويعني تنتهي معاناه هذه الطفله واسرتها. ماذا تقول فضيلتكم مع بداية هذه الحلقة لأهل الخير اللي إن كان بالمشاهدة أو مستمعينا عبر إذاعة الشارقة على إن شاء الله تعالى أن يؤثر كلامك فيهم ويسارعوا بمد يد العون المساعدة لهذه الطفلة إن شاء الله جزاك الله خير المقدمة الطيبة أقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً وانت اذا شئت جعلت الحزن سهلا فاجعل يا ربي حزننا سهلا آمين. وان شاء الله في مثل كل مره لما نجتمع ونكون يعني فينا الحزن وفينا الهم لما نرى مثل هاي الحالات طبيعه الحال الانسان يحمد الله ان الله كفاه شر هذا المرض وحفظ عياله من هذا الداء فيشعر الانسان بالالم ما في شيء خاصه مع الطفل ثم في الختام نقوم سعداء ونفرح وندعو لكل من تبرع إن شاء الله تعالى الذي يريد أن في البداية من فضل الله على المتصدقين أن الله جعل لهم بابا خاصا في الجنة فكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة أو إن الجنة ثمانية أبواب فباب الريان يدخل منه الصائمون فما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان من باب فمن كان من اهل الصيام دعيه من باب الريان ومن كان من اهل الصلاه دعيه من باب الصلاه ومن كان من اهل الجهاد دعيه من باب الجهاد ومن كان من اهل الصدقه دعيه من باب الصدقه طبعا هذا التكريم لان الابواب الجنه الله يجعلنا جميعا ان شاء الله من اهلها سيحدث عليها زحام عند الدخول عندما يعبر من يعبر وينجو من ينجو من اهوال ارض المحشر ثم ترجح موازين حسناته ثم ينجح النجاح الأخير بعد العبور على الصراط والصدقة كل لها دور في هذا فإذا مر على الصراط وجاء ورأى شم ريحة الجنة من خمسمائة عام تشم ريحتها من مسافة أربعمائة عام فإذا شم ريحة الجنة ووصل عند الأبواب كل واحد تناديه الملائكة تعرفه يا عبد الله تعال أنت من أهل الصيام أو يا عبد الله أنت من أهل الصدقة وهذه ميزة عظيمة في وسط ذاك الزحام ولذلك سبحان الله اللي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أسماء والأربعة الأخيرة لم تصح فيها حديث صحيحة لكن سيدخل منها الكل هذه الأبواب أولا يدخل منها أهلها الخاصون ثم تفتح للباقين فلاحظ أنت في الزحام الشديد أنت تتكلم عن ملايين البشر من عهد أبينا آدم إلى قيام الساعة ولا شك نعم ف وإن كان أهل النار كثيرون لكن ايضا اهل الجنه كثيرون فثم لما ياتي الانسان ويجد هذه الملايين على ابواب الجنه يريد يدخل بسرعه لان ارهاق هو نايم في القبر سنين ثم قام واهوال في ارض المحشر ثم قام ويا دوب ونجح من على الصراط يريد يدخل يشوف مسكنه يشوف داره يشوف اهله يشوف عياله اللي غاب عنهم سنين ويجتمع بهم ويرتاح فتخيل في هالزحام والملايين تنادى لأن لك بابا خاصا خلية. فأتخيل أنا أضرب مثال دائما المسافرون لما يأتون لبوابة الدخول للطائرة أربعمئة راكب ينادى أهل الدرجة الأولى ورجال الأعمال يدخلون بهدوء سكينة بدون زحام مكانهم جاهز يجلسون ليش دفعوا أكثر فاستحقوا هذه المنزلة فادفع تستحق هذه المنزلة فباب الصدقة باب عظيم، باب خاص، باب الصدقه في الجنه يدخل منه المتصدقون الذين كانت ايديهم مفتوحه للخير وكانوا ينقذون الناس والحالات المضطره الان في هذه الحاله في هذا الزحام ينادى بكل راحه وبكل سهوله ويدخل الى منزله في الجنه. احسنت بارك الله فيك، نتمنى ان شاء الله ان تكون هذه الرسالة قد وصلت إلى من يتابعنا في هذه اللحظات إن كان بالمشاهدة أو مستمعينا عبر إذاعة الشارقة، طبعاً بالفعل إخوتي أخواتي يعني هذه الطفلة الصغيرة التي نتحدث عنها في هذه الحلقة من برنامج ألم وأمل تعاني من مرض خطير مرض ثلاسيميا ليس له علاج إلا عملية زراعة النخاع هذه العملية المتعبة والمربكة في نفس الوقت عملية طويلة عملية معقدة عملية شاقة عمليه فيها سفر فيها حجز لهذه الطفله في مكان خاص معقم تبتعد عن والدها ووالدتها لفتره طويله يعني حتى رحله العلاج كما يقال لن تكون مفروشه بالورود وهذا كذلك سيتحدث عنه الدكتور احمد فراج الان اسمحوا لي مره اخرى ان اذكر بارقام الهواتف على ان شاء الله يعني تعالى قد وصل الى مسامعكم ما ذكره فضيله الشيخ الدكتور عبدالله الحمادي في فضل الصدقه وان يكون هناك باب خاص للمتصدقين يدخلون منه الى الجنه الا هو باب الصدقه يا متصدقين ارقام هواتفنا للتبرعات كالتالي الرقم المباشر هو سته صفر صفر خمسه خمسه واحد سته صفر صفر 655600 رقم الهاتف المتحرك 0501637000 صفر 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 صفر. مرة أخرى الهاتف المتحرك 0501637000 صفر 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 صفر. اللي حاب يتبرع كذلك ب 50 درهم يرسل آه على 6686 لمشتركي اتصالات ودو 6686 ستة ستة ستة. قول ابو محمد فعلت خير 500 درهم طيب اذا وصلنا الى 90000 الان 90000 جميل طيب نحن في هال اللحظات هذه وصلنا الى نصف المبلغ جمعنا نصف المبلغ للطفله نادره 90000 درهم والمتبقي 90000 درهم وندعو الله سبحانه وتعالى أن يسخر قلوب الناس الطيبة من أمثالكم مشاهدين ومستمعين ويسارعوا بمد يد العون والمساعدة لهذه الطفلة الصغيرة ونجمع لها إن شاء الله تعالى المئة وثمانين ألف درهم وتسافر وتنجح بإذن الله تعالى عملية زراعة النخاع لهذه الطفلة الصغيرة السؤال دكتور أحمد الآن يعني الصورة التي في بداية الحلقة ظهرت للطفلة النادرة وأرجوك يا أبو محمد لو سمحت حاول تجهز لنا صورة الطفلة وكأنها دمية أنا قلت لك شكل الصورة وكأنها دمية يعني ليست ليست يعني إنسانة طبيعية هذه الصورة يعني وكأنها دمية هذه معقول يعني ممكن أن يعمل الثلاسيميا ب يعني هكذا عمل دكتور مشكلة الدم أو نقص الدم أن الدم ده بتعتمد عليه كل الأعضاء مفيش عضو بينمو نمو طبيعي وهو عنده فقر دم الدم هو اللي بيوصل الاكسجين زي ما احنا عارفين لكل اعضاء الجسم نعم. فعشان العضلات تنمو بصوره طبيعيه لازم يبقى الهيموجلوبين طبيعي وعشان العقل ينمو بصوره طبيعيه لازم برضه يوصلوا نسبه اكسجين كويسه بهيموجلوبين طبيعي الطول الوزن كل الاعضاء الحيويه والغير حيويه مش هتكبر الا اذا كان وصل لها التغذيه كامله 100% بهيموجلوبين طبيعي بنسبه اكسجين كويسه طيب الان الدم اللي تاخذه مش كافي دكتور لا هو اكيد لما عشان توصل 6 و7 متهيألي انها محتاجه اكتر اكتر من كده مم. غير ان متهيألي نادره لان هي مش حالتنا هي مش حالتنا في المركز نعم آه متهيألي نادره بدا الدم متاخر يعني دايما انا لما اشخص مريض ثلاسيميا يعني كل طبعا التشخيص بتاعهم سهل من اول ست شهور في العمر فانا اول ما اشخص المريض ابدا دم ما اتاخرش مم. في ناس بتخاف تقول لك لا انا هدي له دم دلوقتي هتعود عليه مش هيقدر يبطله بعدين ايوه ال ال المصطلح ده او المبدا ده احنا عايزين نغيره مم. لان هو ما فيش حاجه اسمها انا بتعود على الدم لأ انا بديله دم عشان ينمو نموه طبيعي يبقى زيه زي اخواته زي صحابه في المدرسه ينمو نمو طبيعي لان النمو في الطفل بيبقى سريع جدا محتاج كل الباور مش مش نمو بطيء زي البالغ او هو او الشخص اللي وصل خلاص نموه الجسماني والعقلي والذهني اكتمل الى حد ما محتاج حاجات بسيطه يعني مثلا الهيموجلوبين بتاعه ممكن يمشي على 10 جرام او 11 جرام لا هم محتاجين اكتر من كده بكتير <applause> لازم اوصله 13 جرام كل مره بحيث ان هو لما يجي لي بعد كده كل ثلاث اسابيع او اربع اسابيع ارفعه تاني 13 جرام واحافظ على نسبته حوالين ال 10. طيب لكن الحل الحل دكتور احمد الان زراعة. الزراعه طيب كلمنا عن عن الزراعه يعني اذا توفر المبلغ اليوم ان شاء الله ال 180 الف شاء الله. درهم ان شاء الله ستكون الامور سهله يعني ان شاء الله زي ما انت قلت الموضوع مش مفهوش ورود هو الموضوع مش هيبقى سهل يعني بالطريقه دي الزراعه ليها عواقب كتير والطريق ما بيبقاش سهل وبتفضل حوالي 100 يوم في موجوده في غرفه معقمه ويمكن والدتها بس اللي معاها مفيش حد تاني لان هي صغيره فمش مسموح ب... لازم يبقى مسموح بمرافق ليها يعني ياخد باله منها يوكلها ي... يقضي احتياجاتها اليوميه. يعني حتى حتى ال... بالنسبه للام الوالده كذلك في معاناه يعني اه طبعا اكيد اكيد ولو, ولو الام لا قدر الله تعبت جالها دور برده ولا حاجه هيستبدلوها بحد تاني يعني مم. مم. ما ينفعش معاها هيبقى لان هي منعتها هتنزل خالص مم. انهم هيدوه علاج ينزل المناعه خالص عشان تستقبل الزرعه الجديده, الجديدة. لان الزرع الجديده دي هتخش لنخاع العظم وتبدا مم. تنتج الخلايا السليمه ان شاء الله مم. تعدي اول 100 يوم ان شاء الله على خير يبدا خلاص النخاع يبدا يطلع الهيموجلوبين الطبيعي وتبدا هيموجلوبينها يبدا بقى خلاص يعتمد على نفسه ما في تكسير زي مريض السلاسيم المرحله دي بتبقى صعبه بس هي يعني زي ما الشيخ عبد الله بيقول بندفع, بندفع مره واحده بدل ما نفضل نقسط طول العمر بمشاكل نقل الدم وزياده الحديد والنمو اللي مش مكتمل وكل القصه دي فاحنا نخش نخوض العمليه وباذن الله تنجح وخلاص الحمد لله على السلامه طيب الان مشاهدينا الكرام سنتابع سويا هذا الحديث الشريف نستمع له ومن ثم نواصل معكم هذه الحلقه من برنامج الاموال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس الله من جديد اذا بعد هذا الفاصل مشاهدينا ومستمعينا الكرام في هذه الحلقه من برنامج الم وامل طبعا نتحدث في هذه الحلقه عن حاله واحده فقط للطفله نادره التي تبلغ من العمر ست سنوات ونادره مصابه بمرض الثلاسيميا وتحتاج عمليه زراعه نخاع التكلفه ب وثمانين الف درهم المبلغ الذي جمع حتى الآن 93500 درهم خلال الفاصل اتصل بنا أكثر من فعل خير جزاهم الله خير منهم من تبرع ب 500 ومنهم من تبرع ب 1000 درهم أوصلوا المبلغ عموما إلى 93500 درهم والمبلغ المطلوب كما ذكرنا 180000 درهم طيب أموالكم هذه إخواني أخواتي تذهب دائما ومباشرة إلى مستحقها إلى الحالة التي نعرضها ونتحدث عنها يعني اليوم نحاول نجمع ال 180 ألف درهم حتى ننقذ حياة هذه الطفلة الصغيرة دائما بأموالكم ومن خلال برنامج ألم وأمل وعلى مدى سنوات طويلة في الحقيقة تم علاج الكثير والكثير من الحالات وتغيرت حياة هؤلاء المرضى بفضل الله سبحانه وتعالى ومن ثم بما قدمتموه من صدقات وتبرعات الآن سنتابع معكم تقرير لحاله ما بعد العلاج لطفل عهد طفل عهد اجريت له عمليه تثبيت مفصل ركبه. نتابع الحاله ونشاهد الفرق، يعني هناك فرق طبعا صار كثير. هذا كما ذكرنا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ومن ثم بما قدمته اياديكم البيضاء الطيبه. عهد نجيب هو طفل تعلو البراءه وجهه اتى اليكم قبل عام طارقا ابواب الخير لمساعدته في اجراء عمليه جراحيه في ساقه وها هو اليوم اتى ليشكركم على ما بذلتموه لمساعدته من سنه تقريبا آه عرضنا فيديو على تلفزيون الشارقة ببرنامج ألم وأمل منشان كنا بحاجة مبلغ لعملية لعمل عهد العملية هي كانت لتثبيت العظم بمفصل الركبة والتطويل الحمد لله أهل الخير بالإمارات ما قصروا وساعدونا كثير وتم استلام المبلغ وسوينا العملية بشهر ثلاثة 2018 أه الحمد لله خرج عهده من العمليات بصحه جيده وكانت امور العمليه كلياتها أه كويسه والعمليه الحمد لله كمان نجحت أه بعد العمليه بمتابعه الاخصائيين والدكاتره أه تبعنا له بالعلاج الفيزيائي أه لحد هذا التاريخ بعدنا اسبوعيا بنزور مركز التاهيل الطبيعي عشان نتبع له جلسات العلاج الفيزيائي لعهد شكرا لمن اعاد لعهد الفرحه من جديد <applause> اموالكم هذه تغير حياه هؤلاء المرضى دائما الى الافضل مشاهدينا ومستمعينا هذا ما تابعنا على مدى سنوات طويلة في الحقيقة اليوم كذلك نحن بحاجة إلى مساعداتكم للطفلة نادرة صاحبة الحالة التي نتحدث عنها في هذه الحلقة نادرة طفلة صغيرة عمرها ست سنوات فقط لديها مشكلة كبيرة في الحقيقة مرض ثلاسيميا هذا المرض المتعب الصعب الحل الوحيد هو عملية زراعة النخاع والحمد لله أن هذه العملية متوفرة لكن العائق أمام هذه الطفلة الصغيرة ووالدها المبلغ 180 ألف درهم هو المبلغ الذي تحتاجه الطفلة نادرة هذه اللي نلاحظ صورها على الشاشة الآن وصورتها على الشاشة 180 ألف درهم جمعنا منها 93 ألف وخمسمائة درهم إلى الآن الآن لمن يريد أن يتبرع لهذه الطفلة الصغيرة من يتواصل مع معنا على الرقم المباشر 600 551600 655600 او عن طريق الهاتف المتحرك 050 1637 000 مره اخرى الهاتف المتحرك 050 1637 000 بالنسبه للتبرع ب 50 درهم طبعا لمشتركي اتصالات ودو اه تواصلوا معنا عن طريق الرقم ستة ستة ثمانية ستة <applause> كم؟ ما شاء الله طيب الحمد لله رب العالمين فاعل خير يتبرع الآن بعشرة آلاف درهم ويرفع المبلغ إلى مئة وثلاثة آلاف وخمسمائة يعني نتمنى أن يحذو حذو فاعل خير هذا البقية على اعتبار أن الوقت يمضي بنا أخوتي أخواتي نحن في الحقيقة كلما اتينا الى حلقه من حلقات برنامج الم امل في الحقيقه والله نشعر ب بمعاناه والام هؤلاء المرضى. وفي نهايه كل حلقه يكتمل فيها المبلغ الفرحه في الحقيقه تعمل الجميع كان ضيوف البرنامج او العاملين في برنامج الم امل، فنتمنى ان شاء الله تعالى ان يرزقنا الله سبحانه وتعالى هذه الفرحه في هذه الحلقه اليوم نفرح وتفرح عائله الطفله الصغيره. نادرة، الآن سأذهب بسؤال كذلك إلى فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الحمادي وأسأل يعني كيف اعتبر القرآن الكريم فضيلتكم أن هذا المال يذهب كقرض لله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى هو المعطي. نعم. البداية يعني سبحان الله ذكرت الحالة اللي له عهد آخر إحصائية الحمد لله من 2006 من إطلاق هذا البرنامج أربعة آلاف حالة وكلفت مية مليون درهم أنفقها تلفزيون الشرق وهذا البرنامج على المرضى يمكن المتبرعون نسوا أو كثير منهم يعني غابت عنه ولكن ما ما يغيب هذا عن رب العالمين نعم أربعة آلاف حالة ب 180 مليون يعني مبلغ وهذا يعني يدلك على اولا توفيق الله عز وجل لهذا البرنامج انه بدا فعلا باخلاص وبدا فعلا ب يعني نيه صادقه والشيء الثاني يدلك ايضا على ان الاموال بذلت فعلا في مكانها الصحيح. وأنقذت بها أرواح بفضل الله أربعة آلاف حال مش شيء بسيط نعم. والمبلغ أيضا مش شيء بسيط يعني ميزانية ولكن كل هذا بأيادي أهل الخير والله عز وجل بارك في ذلك الحمد لله الله سبحانه وتعالى يذكرنا في القرآن الكريم واقيموا الصلاة والزكاة الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجر <applause> كان الله يقول الصدقه هاي التي تبذلونها قرض والقرض مضمون سبحان الله والله عز وجل لا يحتاج لكن ليطمئن العباد انا الان لما اعطيك مال اقول لك هذه هبه خلاص راح انا ما اقدر اطالب فيه مره ثانيه ولا اقدر اقول لك يا اخ علي يا ابو احمد رجع لي المال او ترى مالي امانه عندك لكن لما اعطيك المال يقول لك امانه عندك اقدر اطالبك يا أو أقول لك هذا قرض إذا لما يجي وقت السداد لابد تدفع فهنا الله عز وجل يريد أن يقول للناس أن أموالكم صدقاتكم لا تذهب أباء منثورا كأنها قرض عندي هي كأنها قرض عندي عند الله. كان تقرضون من؟ الغني أنت لما تقرض فقير ممكن يرد لك ممكن ما يرد لك <applause> يعني أنت تقول أنا قرضته والعوض عند الله لأننا نعرف أن هذا حالته تعبانة لكن لما تقرض غني مر بظرف مثلا او احتاج سبحان الله انت ضامن ان هذا مليونير المال بيرد لا. فما بالك لما يكون المال عند الذي بيده كنوز السماوات والارض فكان الله يعني تعبير قراني في لمسات بيانيه عجيبه واقرض الله قرضا حسنا يعني قرض حسن يعني ابشر يا متصدق مالك عندي انا الغني وقرض ساعيده بس متى السداد؟ يوم تحتاج يما في الدنيا واما في الاخره، في الاخره اكيد وفي الدنيا قد تحتاج فيعود لك هذا القرض. هذه بشاره ان صدقتك وقعت عند الغني، مع انك انت تتصدق فيها للفقير المحتاج ولكن الله يقول لك لا انت اعطيت الفقير بس هي ابشر هي عندي انا مضمونه ان شاء الله كقرض ستعود لك ومن يقول هذا؟ الغني. نعم. طيب يعني كل الرسائل اللي وجهها فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الحمادي تذهب في الحقيقة يعني تخرج من من الفم إلى القلب مباشرة أو أو بالأحرى من القلب إلى القلب فنتمنى منكم أخوتي أخواتي أن تستجيبوا إلى هذا النداء أن تسارعوا بمد يد العون والمساعدة لهذه الطفلة الصغيرة وصلنا إلى وعشرة ألاف درهم الآن المبلغ المتبقي سبعين ألف ألف درهم ولا تنسوا بان الوقت يمضي بنا في الحقيقه نتمنى ان ناتي الى جمع المبلغ كامل قبل انتهاء هذه الحلقه. قبل ان اوجه سؤال ايضا الى الدكتور احمد فراج اذكر من جديد الساده المشاهدين والمستمعين الذين انضموا لمتابعتنا في هذه الحلقه من برنامج ألم وأمل باننا نتحدث عن حاله واحده فقط في حلقه هذا الاسبوع. للطفلة نادرة البالغة من العمر ست سنوات نادرة تشكو من مرض الثلاسيميا العلاج الوحيد لهذه الطفلة هو عملية زراعة النخاع أعتقد ستكون في تركيا يمكن دكتور ستكون في تركيا إن شاء الله العملية تكلف 180 ألف درهم المبلغ الذي جمعناه إلى الآن من مجموعة متبرعين وعشرة آلاف درهم والمبلغ المتبقي 70 ألف درهم 70 ألف درهم أذكر بأرقام الهواتف الآن للسادة المشاهدين والمستمعين عل إن شاء الله تعالى تجد أو يجد هذا التذكير آذان صاغية وبالتالي أيادي بيضاء تمتد إلى هذه الطفلة الصغيرة الرقم المباشر ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد ستة صفر صفر ست مئة خمسة ألف ألف رقم الهاتف المتحرك صفر خمسة صفر واحد ستة ثلاثة سبعة صفر صفر صفر, صفر. مرة أخرى للهاتف المتحرك صفر خمسة صفر واحد ستة ثلاثة سبعة صفر 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 بالنسبة للتبرع بخمسين درهم عن طريق خدمة الرسائل النصية لمشتركي اتصالات ودوء على ستة ستة ثمانية ستة ستة ستة, ثمانية ستة نقوم بالضغط على الرقم واحد والرسال وهذه كل رسالة كما ذكرنا تكلف خمسين درهم الآن في حال إن شاء الله تعالى وهذا ما نرجوه جمع المبلغ دكتور ستذهب هذه الطفلة الصغيرة إلى تركيا لعملية زراعة النخاع يجب أن يكون هناك متبرع ومطابق وكلما زادت نسبة المطابقة وكلما كانت طبعا أفضل وحدثنا عن عن مسيره العلاج او رحله العلاج كيف ستكون؟ هو أحنا الاول بس احنا ندره ندره احنا ليه نزرع دلوقتي ما نستناش مثلا السنه الجايه او اللي بعديها او اللي بعديها؟ م. ليه احنا مستعجلين في الزراعه؟ طيب. اسبابنا كتير بقى مم. اول حاجه ان هي نموها اصلا متاثر بنقل الدم تاني حاجه كل ما انا بنقل كيس دم اكتر كل ما نسبه الحديد بتزيد في جسمها مم. هي بتاخد طبعا علاج للحديد لكن علاج الحديد في السن ده احنا ما فيش قدامنا حاجه غير الابره تحت الجلد تخيلوا مم. حد بياخد ابره تحت الجلد في الجسم النحيل الضعيف ده كل يوم مطالبة انها تحط الابره تحت الجلد تقعد معاها 10 ساعات او 12 ساعه تتحرك بيها مم. يعني الواحد لما الواحد لما بياخد ابره مسكن ما بيقدرش يستحملها بيبقى شايل همها يقول لك اخد حبوب احسن وهذه تظل تحت الجلد تفضل تحت الجلد لمده 10 ساعات او 12 ساعه عشان تقدر تسحب اكبر كميه من الحديد موجوده والمفروض تقعد سبعة ايام يعني المفروض ما ما, ما تريحش منها يوم او اثنين طيب الحديد ده كل ما الوقت بيعدي كل ما بيتراكم اكتر في الجسم كل ما بيأثر على الكبد ووظائف الكبد ووظائف القلب ووظائف البنكرياس لا قدر الله يحصل سكر يحصل لنا مضاعفات ثانيه احنا في غنى عنها الابحاث والنتائج بتاعت الزراعه حول تحت سبع سنين افضل من تحت 17 سنه وتحت 17 سنه افضل من فوق من فوق كده فكل ما انا بزرع بدري كل ما نتيجه الزراعه بتبقى افضل لان الجسم بتبقى مناعته لسه ما, ما خدتش قوتها الكامله انها ترفض الزرع اللي جاي او ترفض ال 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 النبته اللي جايه من ال من المتبرع وبالتالي الاستقبال بتاع الزرع هيبقى احسن فده افضل سن دلوقتي للزراعه بالنسبة للنادر عشان كده احنا مش عايزين نتاخر يوم عشان كده عايزين نجمع ان شاء الله مبلغ النهارده ونبدا نبعتها تزرع في اقرب فرصه ممكنه. طيب يعني دكتور احمد هي هي الان تعاني وفي وقت العمليه او وقت زراعه النخاع كذلك ستعاني لكن فيما بعد المرحله اللي بعدها ان شاء الله ستعيش بشكل طبيعي. ما احنا قدامنا حاجتين يا اما نعاني 30 40 سنه يعني نعاني 30 يوم. ايوه. نعاني مين فيهم؟ نعاني الاقصر. نعم. طيب اخواني اخواتي الان المبلغ المتبقي 70 الف درهم لنرفع يعني جزء من معاناه هذه الطفله التي عاشتها السنوات سنوات ورحله العلاج التي كذلك ستكون متعبه ومرهقه. 70 الف درهم هو هذا المبلغ اللي يفصل الان الطفله نادره من السفر الى تركيا وزراعه عمليه النخاع. 70 الف درهم يا اخوه ويا أخواتي يا مشاهدين ويا مستمعين اذكركم مره اخرى بارقام الهواتف قبل ان اذهب بسؤال جديد لفضيله الشيخ الدكتور الله الحمادي الرقم المباشر للتبرعات هو 655 مئه رقم الهاتف المتحرك صفر خمسه صفر واحد سته ثلاثه فضيله الشيخ قد يبخل الانسان احيانا بماله ولا يتصرف فيذهب للاسف المال ويذهب العمر وقد يتصدق فينفع هذا الانسان نفسه بهذا المال صحيح هذا كلام صحيح ليش لان الصدقه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم <applause> تدفع ميته السوء <applause> وايضا تقي مصارع السوء يعني هي وقايه للانسان قبل ما يقع للانسان الحادث او قبل ما يقع للانسان في داء بمعنى ان الصدقه تحمي الانسان وتقيه ما سيأتيه من هم أو من مرض أو من داء أو من حادث سواء كان في النفس أو في المال أو في العيال فالإنسان قد يبخل بمال يسير ربما يقيه شر عظيم يعني الآن علاج هاي الطفلة مثلا 180 ألف درهم يمكن الإنسان يحمي عياله ويحمي نفسه وأهله بالصدقة ويتذكر مثل هاي الحال إن إن شاء الله لما أتصدق بنية أن الله يحميني ويحمي عيالي من مثل هذا فيقيها الله عز وجل بدل ما كان سيدفع 180 ألف ألف دفع لهني 10000 5000 والله اذهب عنه البلاء صح. لان المرض هذا ممكن ياتي الانسان صح. وحصل لي انا مره استاذ علي سبحان الله قصه غريبه كنت مره في محل اشتريت دكان بقاله اشتريت اغراض بقي درهم عندي قبل ما اطلع رايت صندوق مال الصدقه فقلت اضعه بعدين قلت درهم قلت اضع حد كان يقول لي ضع الدرهم وضعته ركبت السياره وانا جاي على جسر الدفاع الجسر الكبير هاي من عجمان على جسر الدفاع قبل ما ابدا في جسر صعود الجسر والله يا ابو احمد صار. مره مره واحده السياره دخلت علي كيف تفاديتها ما اعرف يعني هو مسرع ولا مسرع انا وجدت نفسي والسياره في الخط الثاني والحمد لله اللي ما كان في حد وانا ماشي انا ماشي حد يقول لي الدرهم الدرهم سبحان والله كان حد يكلمني في ذني يقول لي الدرهم الدرهم هذا الدرهم اللي انا احتقرته الله دفع عني فيه بلاء يمكن لا. الانسان سبحان الله هي حادث يقعد باقي عمره مشلول لا, لا قدر الله او يروح ماله المال يعوض لكن يروح ويتيمون اطفاله لكن هذا الدرهم انت ما تدري هذا يمكن يكمل مبلغ لعلاج انسان او يدفع بلاء عن انسان او يحفظ عرض انسان كان بيضيع أو يتعافى طفل ويفرح الوالدان. الشيء الثاني لا يفهمون الأخوة المتصدقون أن بس يعني لما نعالج هاي الطفلة ستنتهي معاناتها. لا أنت عندك أسرة كلها ستفرح. الأطفال الأخوان اللي يلعبون معها يتسائلون أختنا إيش فيها؟ يعني بتشفى إن شاء الله ولا بتروح. الشيء الثاني الأم والأب همهم والحزن والـ 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 والألم أنت لما تتعافى هاي الطفلة إذا أنت أدخلت السرور والفرح للأبوين وللإخوان وللأخوات وللطفلة فرفعت هم عن واحد واثنين وثلاثة أكيد الله أكرم سيرفع عنك هم وهمين وثلاثة إذا هاي الصدقة اللي الإنسان قد يبخل بها الآن ستدفع عنه كثير من الهموم والأحزان سواء كان في الدنيا أو في عياله أو في الآخرة من المواقف الصعبة وما وما للصدقه من فائده ودفع بلاء في الاخره اي نقطه اخرى ربما نتحدث عنها بعد قليل احسنت بارك الله فيك مم. فضيله الشيخ طيب محمد يا يعني اريد منك شيء فقط يعني ان بعد ما اذكر ما ساذكره ان تركز على رده الفعل رده الفعل من الضيوف اقصد يعني من الضيوف المبلغ 100 وصلنا الى 110000 درهم وفاعل خير تبرع ب 5000 درهم وصل المبلغ الان الى 115000 والمتبقي 65000 درهم وفاعل خير تكفل بالمبلغ المتبقي كامل 65000 درهم المبلغ كامل تكفل به فاعل خير واكمل المبلغ بالنسبه للطفله نادره الحمد لله يعني في الحقيقه الله يطول بدانا الحلقه ونحن كنا متاملين بان ان شاء الله تعالى سنجمع المبلغ على اعتبار ان هذه طفله والكثير من اهل الخير يتعاطفون عندما يكون المريض طفل او طفله. زائد بالاضافه الى ان حاله هذه الطفله او مرض الطفله هذه من الامراض الخطيره ورحله العلاج متعبه ولكن من الله سبحانه وتعالى علينا بان ارسل لنا جنود له سبحانه في الارض هم من الاخوه والاخوات البشر الذين بالفعل وقفوا بجانب هذه الطفله الصغيره ومدوا يد العون المساعده واكملوا المبلغ في وقت قياسي ولله الحمد وهذا يعني عشمنا باخواننا واخواتنا اهل الخير الذين دائما ما يدعمون الحالات التي نتحدث عنها ونعرضها في برنامج الم وامل. ولله الحمد الآن سأخذ كلمة منك بداية دكتور بعد ما اكتمل المبلغ دكتور أحمد والله يعني هو الشعور ده شعور جميل الواحد بيستناه كل حلقة كتر خيرهم مشكورين واستكمال لكلام الشيخ الواحد ما يحتقرش أي درهم بيتبرع بيه في الخير يعني أنا بشكر اللي اتبرع بخمسين درهم في سيميس واللي أكمل المبلغ بخمسة وستين ألف كتر خيرهم ده وده ان هم دخلوا فرحه علينا وعلى اسره نادره والنهارده فرحتنا فرحتين إيه؟ نقول لك الحمد لله على السلامه دي فرحه أمين. وان الفرحه وان المبلغ اكتمل دي فرحه اكبر الحمد لله ونسال الله. ربنا تعالى الله تعالى انه يكمل لها الشيخ على خير باذن الله امين يا ده. رب العالمين امين ماذا تقول شيخ الله يدعو لهم ان شاء الله يعني اسال الله سبحانه وتعالى يعني سميع الدعاء وسامع النداء <applause> الذي على كل شيء قدير والذي يعطي كل منفق خلفا كل من تبرع في هذا اليوم، اسال الله العظيم ان يعطيه خلفا وان يضاعفه اضعافا مضاعفه، وان يضاعف له اضعافا مضاعفه وان يدفع عنه البلاء عن اهله ونفسه وماله وذريته وان يحفظ له ماله وان يجعل البركه في صحته وعافيته آمين. واهله وماله امين يا رب. وان آمين. يجعل ان شاء الله له ابواب الخير مفتوحه اينما حل وارتح امين آمين. نعم. امين والله كنت في 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 الطريق وانا جاي لبرنامج وأمل الشيخ اذكر الايه يعني ما اغنى ما اغنى عنه ماله اذا تردى وما هو ما اغنى اذا تردى الانسان نعم. يعني سقط وخرجت الروح نعم ما في فايده خلاص لا ينفع ولذلك نعم. على فراش الموت وبعد بعد الموت وبعد الموت كده. رب يرجعون يعني, نعم. يعني يتمنى هذا نعم. سبحان الله الصدقه وانفقوا مما رزقناكم نعم. من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني نعم. الى اجل فاتصدق وأكون من الصالحين يعني ليش تذكر الصدقه على فراش الموت؟ نعم. ليعلم كم كانت ستدفع عنه سبحان الله وهو يرى اهوال واللي بجنبه لا يرون لا هو يرى اهوال امامه قادمه لكن هو يعرف الان وزنها وزن هاي الصدقه وزن العمل الصالح ويتمنى يعود لكن خلاص يعني فات الوقت الحمد لله <applause> على العموم يعني احنا دخلنا هذه الحلقه وكنا نتالم في الحقيقه لحال هذه الطفله الصغيره ولكن والله ادخلتم علينا الفرح والسرور اخوتي اخواتي خصوصا الاخ الكريم اللي تكفل بالمبلغ المتبقي اخيرا 65 الف درهم يعتبر تقريبا آه ربما آه يعني اقل بقليل من نصف المبلغ آه جعل الله ما قدمتم في موازين حسناتكم آه ان شاء الله تعالى. دكتور احمد الان اكتمل المبلغ، الان نعم. نتحدث عن المرحله القادمه باذن الله تعالى في حال آه يعني كان المطابق المتبرع يعني مم. نسبه التوافق بينه وبين النادره آه كبير، حسب حسب التقارير اللي اطلعتوا عليها. والله التقارير اللي جايه من تركيا ان هم هيدوروا على متبرع دولي. نعم. طبعا متبرع دولي ده لازم تبقى مطابقه 100% دي ما م. ما مش هينفع 99% ف 100% متبرع لو موجود دولي خلاص ان شاء الله باذن الله بياخدوا النخاع منه او الخلايا الام منه وبيدوه لندرة بعد تجهيزها وبتقعد يعني في خلال 100 يوم او هو بالظبط اول تلات شهور او 100 يوم بالظبط وان شاء الله الزرع, الزرع تخش الجسم نادره باذن الله وتبدا تنقسم لخلايا طبيعيه بقى ما بتتكسرش هيموجلوبين يطلع طبيعي وسليم والحمد لله على السلامه هتبدا طبعا بتفضل بعد ما تخلص ال 100 يوم دول بتفضل متابعه على الاقل سنه على ادويه وحبوب عشان مناعتها لان مناعتها طبعا ما بتبقاش 100% فول بديها آه وقايه لمده سنه بتبدا تطعم تاني من اول وجديد كانها اتولدت من اول وجديد خالص بتاخد كورس التطعيم كله من اول وجديد اللي هو شهرين اربع شهور ست شهور زي بيبي لسه مولود وبعد بعد السنه ان شاء الله خلاص الحمد لله طيب متى لك. متى ترجع لان هي مثل ما ما ذكرنا في بدايه الحلقه يعني عمرها هو كانه ثلاث اربع سنوات مع انها هي ست سنوات آه. بعد الزراعه دكتور بسنتين ثلاث سنوات بيتغير جسم الطفل ان شاء الله والله المفروض ان شاء الله باذن الله بعد الزراعه هتبدا تنمو الى حد ما نمو الى حد ما طبيعي أكثر م. هتمشي ازاي ما حدش يقدر يعني يتوقع دلوقتي الموضوع هيبقى ماشي ازاي بالظبط لكن هو اكيد هيبقى احسن من انها تفضل تنقل دم على طول اكيد اكيد هيبقى احسن من انها تنقل دم على طول يعني على الاقل هتبدا النمو بتاعها هيبقى اسرع شويه هيبقى اسرع شويه اهم حاجه بس هتستريح من نقل الدم لكل كل ثلاث اسابيع ده ومضاعفاته تراكم حديد وادويه تحطها كل يوم اه والحقنه هذه اللي تحت الجلد اكيد وغيره اللي وغيره اللي. وغيره يعني هو مش مش نوع واحد بس يعني في حبوب ثانيه بتتاخد فبتبقى الحمد لله. إن شاء الله الحمد الله خير. لله الحمد لله رب العالمين يعني في الحقيقة سعدنا كثيرا بأن هذا المبلغ اكتمل بالنسبة للطفلة نادرة هذه الطفلة الصغيرة المصابة بمرض الثلاسيميا والتي ستخضع لعملية زراعة نخاع في تركيا في أسرع وقت ممكن بعدما قدمتم أخوتي أخواتي المئة وثمانين ألف درهم كمساعدة لهذه الطفلة الصغيره وصلنا الى ختام هذه الحلقه من برنامج ألم وأمل، لقاؤنا سيتجدد معكم يوم السبت القادم وكل سبت بإذن الله تعالى، أذكر فقط بأنه خلال شهر رمضان المبارك وهذه بين فتره وفتره كل حلقه سأذكر بأن البرنامج برنامج ألم وأمل سيتوقف بثه. على شاشه تلفزيون الشارقه ولكن سيكون برنامج ألم وأمل بإذن الله تعالى سيبث عبر إذاعة الشارقه يومي الاثنين والأربعاء من كل اسبوع، الاثنين والأربعاء ألم وأمل سيكون عبر إذاعة الشارقه طيله شهر رمضان المبارك، أما الآن مستمرين معاكم إن شاء الله على الشاشه في الحلقات الخمس المتبقيه، في نهاية هذه الحلقه نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الحمادي الواعظ في الهيئه العامه للشؤون الاسلاميه والاوقاف والشكر موصول كذلك للدكتور احمد فراج اخصائي امراض الدم شكرا, شكرا لكم شكرا, 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 شكرا لله جزاك الله خير بارك الله فيكم شكرا لكم مشاهدينا ومستمعينا شكرا لكم اهل الخير حتى نلتقي بكم يوم السبت القادم وحلقه من الم وامن نحييكم والسلام عليكم ورحمه الله